السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناة جوري لتعليم الكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة كروس. دي شكلها حلو جدا، استخدمت فيها خيط سلسلة، اخدت مني حوالي 500 جرام خيط، يعني نص كيلو مش كتير. وخدت معايا قفل وحلقتين سهلة الفتح وجنش ويد من زي دي سلسلة كده، وينفع طبعا تعملي لها يد حبل لاسيه او باي طريقة تانية. تعالوا نبتدي ونقول بسم الله وندخل على الطريقة. هي شكلها حلو جدا، عجباني جدا جدا، من كتر من يعني من اكتر الشنط اللي حبيتها قوي. تعالوا نبتدي ونقول بسم الله. بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني ممكن تشتركي في القناة وفعلي لي الجرس وسيبي لي كومنت وقولي لي رايك ايه في الفيديو، واعملي لي دلوقتي لايك على الفيديو. يلا نبتدي ونقول بسم الله. نبدأ حبايبي. اول حاجة هستخدم خيط مكرمية سلسلة، وينفع تستخدمي بدل المكرمية سلسلة ينفع تستخدمي خيط خيش او كليم او مكرمية مصري. وهستخدم معايا الخيط اللي معايا ده، هستخدم ابرة مقاس 4.5، ينفع تستخدمي 5 وينفع تستخدمي 4 حسب سمك الخيط. نبتدي نقول بسم الله. اول حاجة انا كده بشتغل، هشتغل سلسلة عرض الشنطة بتاعتنا. المجموعة بتاعتنا مكونة من 4 ارقام، يعني كل مجموعة هتبقى 4 ارقام. يعني عايزة تعملي مثلا 5 مجموعات، يعني هتعملي 20 سلسلة، واي مجموعة هتعمليها تزودي عليه سلسلة. تمام. هنبتدي اول حاجة، انا هعمل 5 مجموعات، 5 × 4 ب20، يعني هعمل 20 سلسلة وهزود سلسلة. ادي اول غرزة، دي هنشتغلها كده عادي، مش هنعملها حاجة، دي عقدة بداية بس، وهنشتغل عليهم 21 سلسلة. دول كده معايا 21 سلسلة. تمام. اللي هم 20 سلسلة، 5 مجموعات، واي مجاميع هتعمليها هتزودي عليها غرزة. يعني لو انت عايز تعملي 3 مجموعات بس هتعملي 15، وهتزودي هتعملي 12 وهتزودي عليهم سلسلة. خلاص. هنبتدي نرتفع كمان سلسلة، اللي هي سلسلة الارتفاع، وهنلف الشغل بتاعنا وهنشتغل 21 غرزة حشو. هنا في ظهر الغرزة كده هتلاقي نص دايرة، دي هتدخلي فيها وتعملي غرزة حشو. كده انا اشتغلت 21 غرزة. هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا، وأول حلقتين بيقابلونا هنا هنشتغل غرزة حشو. بعد كده هنرتفع سلسلتين، 1 2، وفي نفس المكان بتاع غرزة الحشو هنعمل 3 عواميد بلفة. ادي 1، وفي نفس المكان تاني هنعمل تاني عمود، وفي نفس المكان تاني هنعمل 3 تالت عمود. كده احنا عملنا غرزة حشو وارتفعنا سلسلتين وعملنا 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. بعد كده تسيبي اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، وتدخلي في رابع غرزة تعملي غرزة حشو. وده بقى الشكل بتاعنا. بعد كده هنرتفع 1 2، في نفس المكان اللي انت عملتي فيه غرزة حشو هتعملي 3 أعمدة بلفة. بعد كده هتسيبي اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، ورابع غرزة هتعملي فيها غرزة حشو. والشكل معايا كده. نرتفع 1 2، لف ونعمل عمود بلفة، تاني عمود بلفة في نفس المكان، وتالت عمود بلفة في نفس المكان. هنسيب 3 غرز والرابعة هندخل فيها،
واحد اتنين تلاتة، والرابعه هنعمل غرزه حشو. انا كده عملت 3 مجموعات، ناقص مجموعتين هنرتفع سلسلتين. هنسيب 1 2 3 اخر غرزة هندخل فيها ونعمل غرزة حشو. دي بقى الشكل معانا، ومن الخلف شكلها عامل كده تمام. هنرفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، ونفس غرزة الحشو اللي هي اول سلسلتين دولت هندخل فيهم نعمل غرزة حشو ونرتفع سلسلتين. ادي 1 2، وفي نفس مكان غرزة الحشو هنشتغل 3 أعمدة بلفة. بعد كده مكان السلسلتين اللي هو ده احنا بنرتفع سلسلتين زي كده تمام. السلسلتين دول هنا في 3 عواميد اهم، ادي 1 2 3، وفي سلسلتين ارتفاع. هنيجي هنا عند السلسلتين دول ونعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، وبعد كده هنرتفع 1 2، وفي نفس المكان ده هنعمل 3 عمود بلف. هنيجي هنا عند السلسلتين دولت ونقفل بغرزة منزلقة. كده انا عملت في نفس المكان 3 عمود بلف، وهنيجي هنا عند سلسلتين هنقفل بغرزة منزلقة. شايفين السلسلتين اللي هي طالعة بشكل هرم كده، دي هنقفل هنا. هنا في 3 أعمدة اهم، وفي هنا سلسلتين اللي احنا بنرتفعهم ارتفاع، سلسلتين هما دول اللي احنا بندخل فيهم ونعمل غرزة منزلقة ونرتفع سلسلتين. ادي 1 2، ونعمل هنا 3 عمود بلف. وهنقفل هنا بغرزة منزلقة. كده انا عملت معايا ادي 1 2 3 4 5، كده عملت 5 مجموعات، والدور اللي تحت كانوا 5 مجموعات. لازم تشيكي وتعرفي ان انتي ماشيه مظبوط علشان ما يخونكيش الغرز وتعملي مجموعه اقل. بعد كده هنرتفع سلسله ونلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل في نفس المكان اللي احنا قفلنا فيه بغرزه منزلقه ده. هنشتغل هنا في اول غرزه بتقابلنا غرزه حشو، ونرتفع 1 2، ونعمل 3 عمود بلفة. وبعد كده هنقفل هنا في السلسلتين دول هنقفل بغرزة منزلقة.
وبعد كده هنيجي نرتفع سلسلتين، وفي نفس المكان هنعمل 3 عمود بلفة. انا هكمل واقفل وهكذا لحد ما اطلع بطول 50 سنتي، هكمل لحد ما اوصل ل50 سنتي، وبرضه هقول لكم انا عملت كام دور وهنرجع نكمل مع بعض كده. حبايبي انا اشتغلت عدد ادوار لحد ما وصلت ل 48 سنتي، فهوريكم دلوقتي انا اشتغلت 40 دور، 40 دور بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها بالظبط. عاملين 49 سنتي، 49 سنتي، تمام كده. واشتغلت 40 دور خلاص. هنبتدي بقى نقفل القطعة بتاعتنا دي، عايزين نسويها عشان ما تبقاش عاملة مزجزجة كده. دي كانت اخر غرزة معانا، وارتفعنا سلسلة اهي كده. احنا قفلنا الدور بغرزة منزلقة، وهنرتفع سلسلة عشان نعمل مجموعات تانية. بس احنا خلاص كده احنا عايزين نقفل القطعة بتاعتنا. هنيجي في اول مكان كده، احنا ابتدينا هنا ب21 غرزة، تمام. لازم نقفلهم هنا ب21 غرزة. هنشتغل في اول مكان بيقابلنا، ادي واحد و3 عمود دول، ادي اول تاني غرزة، تالت غرزة، رابع غرزة. هنتخطى السلسلتين دول وهنشتغل هنا بغرزة المنزلقة بالشكل ده، تمام. هنكمل على 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3، وهنتخطى السلسلتين وهنشتغل على المنزلقة. هنسيب السلسلتين دول وهنشتغل في المنزلقة هنا. بالشكل كده ده المفروض يبقوا 21 غرزة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21. كده انا معايا 21 غرزة حشو. هنبتدي نمشي كده السطر ده كله بغرز برضو الحشو، عشان احنا هنحوطها كلها بغرزة الحشو. هنيجي في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه الغرزة دي، هنشتغل غرزة حشو نفس المكان هنا. وبعدين هنشتغل هنا غرزة حشو. الغرز ضيقة شوية معلش، بس لازم تدخلي تحت الحلقتين مش في الفراغ ده. لو دخلت انا في الفراغ ده انا كده هوسع الغرزة، انا عايزة ادخل هنا تحت الحلقتين دول. ممكن نستعين بإبرة اصغر،
ادي واحد وادي اتنين بالشكل ده كده. نشتغل هنا غرزة وهنا غرزة. هتلاقي كل حلقتين بيقابلوكي كده، هنا في حلقات اهي في الجنب، حلقة وحلقة، وهتيجي هنا تعملي غرزة، وهنا حلقة وحلقة. كل ده هتعملي فيه غرز حشو، هتحوطيها كلها بغرز الحشو. مستعيني بإبرة أصغر لو الغرز ضيقة معاكي. انا كده خلصت السطر كله زي ما انتوا شايفين كده بغرز الحشو، فاضل معايا بس ان انا امشي كده، وهنرجع تاني كده هنشتغل طبعا هنا في الكورنر ده غرزتين حشو. والخيط بتاع عقدة البداية ده امشي عليه علشان تنضفي بالمرة وانتي ماشية. كده انا خلصت الدور كله اهو بغرزة الحشو، وهاجي عند اخر غرزة هنا هعمل اتنين غرزة. ادي عملت واحدة وهعمل تاني واحدة، وبعدين هنكمل هنا عادي غرز حشو. انا كده خلاص خلصت، عملت مشيت كده اول حاجة سويت الطروف، وبعد كده مشيت لحد اخر السطر، ومشيت هنا على غرز كانت غرز حشو، ومشيت عليها غرز حشو برضو، وسويت الطرف ده، ورجعت تاني مشيت على الجزء ده. يعني احنا مشينا على الجزء ده كده مرتين بغرز الحشو، اول مرة ورجعنا لما مشينا هنا مشينا تاني مرة. خلاص كده انا هقفل القطعة بتاعتي. هنيجي هنا عند اخر غرزة احنا اشتغلناها اللي هي قبل الاخيرة دي، الغرزة دي هندخل من خلف الغرزة بالشكل ده كده، ونسحب الخيط، ونيجي عند الغرزة دي الطرف اللي من جوه ده هناخد الخيط بالشكل ده ونسحبه بالشكل ده. كأنها غرزة حشو. عملت معانا 50 سنتيمتر. كده القطع كلها 50 سنتيمتر. احنا هنعمل لها جناب، هي هتبقى بالشكل ده كده، وهتتقفل معانا بالشكل ده. ده كده انا كنت موصلة الخيط هنا. هي الشنطة هتبقى بالشكل ده، انا ما قلتلكوش العرض بتاعها. العرض بتاعها 17 سنتي، 17 سنتي، تمام. هي هتبقى بالشكل ده كده. احنا عايزين نعمل هنا جناب، تمام. هنعمل جناب بيضاوي. انا عملت جنب من الجناب بالشكل ده كده، هنبتدي نعمل الجنب التاني بنفس الطريقة، هقول لكم ازاي. هنبدأ حبايبي نعمل 10 سلاسل. ادي اول غرزة، دي هنعتبرها سلسلة. اتنين،
دول 10 سلاسل وهنرتفع سلسلة. تمام، دول كده 11 سلسلة، وهنسيب اول واحدة دي وهندخل في تاني واحدة نعمل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. اول غرزة دي هنحط فيها علامة اللي احنا عملناها عشان ما نتلخبطش، دي اللي هنقفل فيها بغرزة منزلقة. دي تاني غرزة حشو، دي عقدة البداية، دول كده 9 غرز حشو، ودي عقدة البداية اللي هي 10 غرزة هنشتغل فيها 4 غرزة حشو. دي اول غرزة، 2 3 كده 4 غرز حشو، دي 1 2 3 4. هنشد الخيط معانا هنا حلو قوي علشان الدايرة دي تقفل كده. انا اشتغلت هنا 4، هشتغل هنا في اول غرزة بتقابلني هنا هشتغل غرزة حشو، وهياخد الخيط ده معايا تحت الشغل، وهشتغل كمان غرزة حشو في الغرزة اللي بعديها. هنبتدي نشد الخيط ده عشان الدايرة تقفل معانا، نحاول ان احنا نشد الخيط ده على قد ما نقدر. بالشكل ده كده كده انا اشتغلت 8 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. هشتغل هنا في اخر غرزة دي هشتغل 3 غرزة حشو، ادي 1 2 ودي 3 غرزة، والغرزة اللي احنا حاطين فيها العلامة دي هنعتبرها 4 غرزة. هنشيل العلامة بتاعتنا وهنعمل منزلقة فيها. تمام، وهنرتفع غرزة حشو، ونفس المكان ده هنعمل 2 غرزة حشو نفس المكان اللي احنا قفلنا فيه منزلق. هنعمل ادي اول واحدة ونحط العلامة بتاعتنا، في نفس المكان هنعمل تاني واحدة، وهنشتغل غرز حشو لحد ما نوصل لـ4 دول، 2 هنا و2 هنا. اول ما نوصل لـ4 دولت هنيجي نعمل تزايد، انا هكمل غرز حشو عادي. ده كده اول واحدة في الـ4 هنعمل فيها 2 غرزة حشو، 1 في نفس المكان 2 كده. ده اول تزايد، هنعمل هنا تزايد وهنا تزايد وهنا تزايد، يعني الـ4 دول هيبقوا معانا 8 غرزة حشو. ادي اول تزايد، 2 2 2 2، يعني الـ4 دول بقوا 8 غرزة حشو. هنكمل لحد ما نوصل للـ3 غرز دول، 1 2 3. احنا كده وصلنا، ادي 1 2 3، الـ3 دولت هنعمل فيهم كل غرزة هنعمل فيها 2 غرزة حشو، الـ3 دولت هيبقوا معانا 6.
كده ادي تزايد 2 3، وهنا في اول الدور كنا عاملين 2 في نفس المكان، فكده احنا عملنا 4 تزايد. هنشيل العلامة بتاعتنا دي وهنعمل مكانها منزلقة بالشكل ده. كده بقى هنا 4 تزايد وهنا 4 تزايد. هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنعمل غرزة حشو وهنحط فيها العلامة. بعد كده هنشتغل دي 2 غرزة حشو في نفس المكان، دي 1 2. بعد كده هنشتغل غرز حشو عادي جدا. بعد كده وصلنا هنا للتزايد بتاعنا، احنا كده اشتغلنا بعد التزايد اشتغلنا 8 غرز. دي الغرزة اللي احنا هنعمل فيها تزايد، اللي هي 2 تزايد اهم الدور اللي فات. الغرزة دي هنعمل هنا 2 تزايد. ودي كده اول تزايد. اللي جاية نعملها فردي غرزة واحدة، اللي بعديها هنا 2 غرزة حشو، واللي بعديها فردي، اللي جاي معانا ده تالت تزايد. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة، واللي بعديها فردي، واللي جاية تزايد، واللي بعديها فردي، وهنعمل 8 غرز بتوعنا. تزايد فردي تزايد فردي تزايد فردي تزايد فردي. بعد كده هنعمل 8 غرزة حشو. 1 ادي 8. هنبتدي نعمل هنا تزايد، ادي اول غرزة وادي تاني غرزة، وهنعمل فردي، واللي جاية هنعملها تزايد، واللي جاية تزايد فردي تزايد فردي، واللي جاية دي تزايد، واللي جاية دي فردي بالشكل ده كده. واحنا كنا عاملين هنا غرزة تزايد، يعني احنا كده معانا في الدوران ده 4. هنشيل العلامة بتاعتنا ونعمل غرزة منزلقة. هنكمل الدور اللي بعد كده، هنرتفع سلسلة في نفس المكان ده، هنعمل غرزة حشو ونحط العلامة بتاعتنا، واللي جاية هنعملها غرزة تزايد، وبعد كده هنكمل غرز حشو لحد اخر الدور، لحد اخر ما نيجي عند التزايد. هنعمل هنا غرزة تزايد، ادي 1 2، واللي جاية فردي فردي تزايد، يعني هنعمل ما بين كل تزايد وتزايد 2 غرزة فردي. هنعمل فردي فردي، واللي جاية دي تزايد، وبعد كده فردي فردي، واللي جاية تزايد، يعني 2 فردي و1 تزايد بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل غرز حشو عادية لحد ما نوصل للتزايد اللي جاي. هنشتغل تزايد فردي فردي تزايد فردي فردي تزايد.
بالشكل ده كده، وهنقفل هنا نشيل العلامة وهنقفل بغرزة منزلق. كده انا خلاص خلصت القطعه دي قد دي بالظبط اهي، بس هعملها بغرزه منزلقه. نشتغل هنا في اللي جايه دي على طول بغرزه منزلقه. انا كده خلاص دعمتها كلها من الجناب بغرزه منزلقه. هسحب الخيط هنيجي هنا عايزين نعمل منزلقة كده زي ما عملناها هنا، ودي اختياري لو مش حابة تعمليها ما تعمليهاش. انا عايزة اسلكوا الطول بتاعها، الطول بتاع الجنب 14 سنتي والعرض بتاعه 7 سنتي. طبعا الجنبين يبقوا قد بعض بنفس عدد الغرز، ولو بتنسي لازم تأيدي انت ابتديتي بكام غرزة وطلعتي كام دور، لازم الجنبين يبقوا زي بعض بالشكل ده. خلاص كده هنجيب القطعة بتاعتنا، هنبتدي نخيطها بنفس نوع الخيط. الخيط ده لو انت قصتيه بالمقص وكررتي كده هيتكر منه بالشكل ده. انا خدته ولضمته بالشكل ده كده في ابرة علشان ما عنديش ابرة الفتحة بتاعتها اوسع، لو عندك عادي خيطيه بنفس السمك بتاعه كده، بس انا عملته بالشكل ده لان الابرة عندي مش كبير. وهنيجي هنا في الظهر هنثبت بس الغرزة. هنيجي بقى نجيب القطعة بتاعتنا وهنحطها بالشكل ده. ونظبطها يعني تبقى في اكتر وقت يعني اكتر مكان مناسب ليها. هنظبطها بالشكل ده كده، وهنيجي هنا من الطرف ده هناخد طرف واحد بس اللي هو اتجاهنا ده، وبعد كده هناخد هنا برضو طرف واحد اللي هو من الداخل كده. هناخد طرف من هنا وطرف من هنا. واسعه من جوه اهي زي ما انتم شايفين. طبعا لو حابين تعملوا لها بطانه سهله قوي، انا ممكن اعمل لها بطانه ان شاء الله، بس هعملها في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. فاضل ان احنا نركب لها بس قفل معدن، وعايزه تعملي لها يد او تعملي لها جنزير بالشكل ده. انا هركب لها القفل.
انا ركبت لها الحلقة دي. طبعا دي حلقة سهلة الفتح، بس دي حلقة صغيرة، لو عايزة تركبي لها حلقة اكبر من دي مفيش مشكلة. انا ركبتها هنا، هنركبها الاتجاه التاني. خلاص حبايبي كده الفيديو خلص، وده الشكل النهائي بتاعها. طبعا ممكن تركبي لها الاكسسوار دوت، لونه ذهبي بيبقى حلو جدا، واليد زي ما قلت ينفع تعملي لها حبل لاسيه روماني، بتبقى شكلها حلو جدا برضو وعمليه اكتر بصراحه من اليد دي الحبل اللاسيه. بس طبعا انتوا عارفين طريقتها وانا عملتها كتير، هي شكلها حلو كانها سواريه كده، فبرضو اليد بتاعتها دي لايقه معاها جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك على طول. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.